متابعات قناة شوف تيفي، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر هنا من اقليم اسفي، وحنا متواجدين بالضبط بتراب جماعة ثلاث بوقدرة في قصة غريبة جدا 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 جدا. الوقت اللي الناس كيقلبوا فيه على رضات الوالدين، البعض الاخر ما عندوش كاع هذا المفهوم داخل ليه كاع راسو، ولا ما داخلش ليه لبالو. قصة ديال الام، شنو نقول لكم، الشيبه راه خارجه من راسها، مرا كبيره في العمر، جينا لقيناها دابا واقفه في الطريق، يلاه تنفذ عليها الحكم ديال الافراغ وتم الطرد ديالها من المنزل اللي كان في الملكيه ديالها. انها الطرد هذا ماشي من طرف واحد غريب ولا جيران ولا ابناء العمومه ولا الموالفين اللي كنشوفوا القصص ديال المشاكل العقاريه والاسريه اللي موالفين كنشوفوا. هذا ابن قرر انه يطرد الام ديالو، هاد المراه العجوز، المراه الكبيره في السن، قرر انه يطردها بحكم ديال الافراغ من المحكمه. غنعرفوا التفاصيل ديال هاد الملف على لسان هاد السيده. السلام عليكم. السلام. السلام عليكم ام بنتي. السلام. كي دايره؟ الحمد لله. يمك الله. رحمه الله. انا اللي دايره معاك. واللي محجوبه. انا محجوبه. محجوبه، المهم محجوبه. شحال في عمرك؟ 90 عام. 90 عام. ياك. 90 عام. اييه. تبارك الله. وواقع الحمد لله عاقله على كل شيء. صليت، صوم، كل شيء كدير. ياه. اييه. عاقله على كل شيء. على ديالي دركا ديال خرجوا لي هاي. اش وقع معايا؟ نعاش. قال لك اش وقع؟ قال لك اش وقع مع ولدك؟ وقع قالت لي، قالت لك امها بغات تموت، قالت لها قليها منها. لا داري شريتها برسمي بكل شيء ليا. لا ما تقريهاش، لا خليها تهضر تقول لي. لا داري هذه شاريه معدي معدو، وكتب لي هي حطت، هي لها النص والنص، حطت هي في صباعها الكاغط، هو حاط صباع الكاغط عندي عند العدول. واش هذاك العدول هذاك كاتباه انا؟ كنعرف ليا 90 عام شاريه معدو وقديمه، مانيش غشيمه، عذرك اللي شريت معدو. بنيت من الارض، باع ليا على الحيط الرقويه، وبنيت من الارض طلعتها. شحال خسرت ديال مويا وكل شيء بعتو، ما خليت بلاد، ما خليت تم الحطه، بعتها تاع تويا. ودرك خرجتني فين غنمشي، فين غنقعد، فين غنقعد. درك طلبت هاني بيت عندهم الليله والغداب، فين غنزيد، فين غنعطي راسي كاع ديال بويا خرجت عليه وخلى لي على داري. درك راه خرجني، دابا جا خرجني، دركا دركا خرجني وبدل عليا السوار. فين غنمشي؟ هاو جا على داك قال لك نديك واحد الوكيل، قلت له انا ما غنخرجش، غنموت هنا في الدار، نموت هنا ما خرجاش. قال لي لا غاودي غنديك واحد الوكيل. هاني خرجت، هاني دركا خرجتني، الراجل قال لك غادي يديعني عند الوكيل، هاني غادي يعدو دركا. واه كي غندير؟ كي خلى حتى حاجه، خلصت وليا 90 عام والتكدي مني. هذه راه مقابلاني نهار عدمت ما تتقديش، هو اللي قال لي جيبي بنتك تقابلك، بالتالي وخرجها لي. هاني خرجنا كاملين، على ماني داير لي بحال هذه الحاله. انت بنتها؟ عاودي لنا شنو واقع. هاد السيد خويا، وشرات من عند امي الدار، برسمها وباصم هو والمراه ديالو، حاطين صباحهم وشادين فلوسهم. واليوم داروا ناضو. انا مول الدار ملي توفى كنت ساكنه في آسفي، جيت سكنت مع امي هنا هافين. ملي جيت سكنت معاها بقيت جالسه. قال لي عاودي قابلي امك، قال لي جي باش تقابلي امي. جيت هي هذيك بقيت جالسه هنا هافين، اليوم غدا اليوم غدا، حتى لهاد الايام هو يدير لي الافراغ، دار لي الافراغ. دعاني غير انا بوحدي، انا والمرافقين اللي معايا. اما امي اللي شاريه بالرسوم ديالها راه خاصو يدعي مو، ما يدعينيش انا، انا ما عندي لا رسوم لا والو. داريه الافراغ، جاو صحاب التنفيذ المره الاولى، ودابا ها هو جاو المره الثانيه ولقاو الام ديالي انا حوايجي خرجهم كاملين، ما خليت حتى شي حاجه في الدار. الدار ديال من؟ الدار ديال الوالده. ودوكا خرجنا تا الوالده خرجها، خاصو ما يخرجش مو. الدار ديال من؟ ديال الوالده. انا دعاني انا على الافراغ. وانت مالك؟ يقولها لي دعاني انا على الافراغ. وحكمت عليا محكمه بالافراغ. انا ساكنه مع الوالده، انا ملي مات مول الدار الله يرحمه جيت سكنت مع امي، وهو اللي قال لي تهلاي في امي وجلسي معاها، وواحد الوقت دار ليا بحال هكذا. ياه ايوا ما كاين حتى شي سبب. صافي عا قال لك خاصك تخرجي تخوي ليا من الدار، ملي شافني جلست هنا قال لك خاصك تخرجي من الدار، خرجت. الدار ديال الدار ديال امي. وعلاش كيقول لك خوي ليا الدار؟ المهم علاش مادام غنخرج انا راه امي غتخرج، ما يمكنش امي غتبقى جالسه بوحدها هنايا، راه مزور الاوراق اي حاجه دايره في التزوير. وحنا دوكا راه حنا الجمعيه ديال الجمعيه ديال حقوق الانسان راها واقفه معانا، والملف ديالنا راه في الديوان الملكي بالرباط، وحنا دايرين الدعوه حنا دافعينها هنا في اسفي. حنا عندنا جلسه نهار 16 شهر 1. اجي خويا بزيد. هاد السيد هاد السيد اللي عاودي كيفاش اجي دور عندنا هضر انت. السلام عليكم. السلام. رضا انا شاب. هاد السيد هاد السيده جدايه وهذه الوالده ديالي. حنا كنا عايشين في هاد الملك، لانه هي كان شاريه غير شاريه غير الارض، وملي اشترات الارض يعني كان الوالد ديالي الله يرحمه شيفور ديال رموك هو اللي بناها، من التحت يعني، هما كانوا شاريين الارض هو بناها كامله. ناض هذا السيد هي جدايه اشتراتها من عنده في 2002 يعني بالوثائق بالرسم يعني العدول بكل شيء يعني بالوثائق بالرسم بكل شيء. ناض هو في 2020 ناض هو زور الاوراق ووهبها لبنته على اساس ارض فلاحيه، ماشي ارض ديال السكنه، ارض فلاحيه وزورها لا اله الا الله محمد رسول الله، وحفظها وكتبها بنته هيبه يعني وهبها لبنته هيبه وحفظها. ودابا دار الافراغ للجدايه والوالده ديالي. يعني دابا حنا 7 نفوس يعني فين غتمشي؟ يعني ما عندكش فين غتمشي نهائيا. تبعت جوج الخطرات، 3 الخطرات، الاولى لمي والثانيه لبنته والثالثه للبنت الاخرى عاد حفظ ليها. نفس الشخص كيبيع على هو نفس الشخص هو المرا ديالو. جاب المحفظ حد واحد المحفظ كيسمع كيقول لي كنحفظ لك هو خرج عند مرته قال لي المحفظه لا فديك غتهودي المحكمه دايره تعرض. مشيت درت تعرض وحولوا لي لواحد الرضيه عنده في قريصه، فجاني القاضي هنا بداني ليها القاضي. قلت له لا سيدي ما يشتاتي انا شاريه دار الساميه كنغطي ها حرصومي هاك وغطي. دابا جاب صحاب الكروكي وحنا ما عرفناهمش هذيك الساعه، حنا ما تنعرفوش. جاب صحاب الكروكي وحنا كاينين هنا في الدار. جيت عنده قلت ليه انت اش كدير؟ قال لي قالت لي امي انت شنو كدير؟ قال لها راني عا كنقاد لك في شغلك. ملي كنهضرت مع صحاب الكروكي قلت له سيدي انت امي راه شاريه. مشيت جبت الرسوم وريته للسيد قلت ليه انت راه امي راه برسمها. قال لي لا خلينا نديرو خدمتنا. فعلا خليتهم داروا خدمتهم. ملي بغى يخرج المحفظ هي هذيك قال الوالده كلميها ليا. جيت عنده عطاني النمره ديال المحافظه قال لي وغدا غتهودوا ديروا التعرض. فعلا نهار الاخر مشات امي هي وولدها واحد اخر داروا التعرض دفعوه خلصوا عليه دفعوه. ناض هو اش دار هذاك التعرض؟ حيد هذاك التعرض ودار امي هي اللي معرضه ليه في واحد الرقيه في قريه الشمش. واش الدار كاينه هنا وامي تعرضت ليه في قريه الشمس؟ امي ما عندها لا علاقه ليها بقريه الشمس. الكنيه تاعتي العسري قلب ليها الكنيه تاعتها. انا ما عرفت انا هذا السيد ما عرفتش كيفاش انا هذا السيد لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. عزبر اش كتقولي في هذا الشيء اللي واقع؟ انا كنقول داري ما نخرجش منها. انا شاريه معدو هو حاط صبعه وهي حاطه صبعها ومخلصاهم ما خلاو ليا فين نمشي. كاع ديال بويا بعتو كامل ما خليت حتى حاجه. بقات مع 20 خدام هنا. دوكا هاد السيده اش غنديرو ليها؟ شي غنمشي دروك يدوني الخيريه يدوني دروك لدار العزازه نقعد فيها. بين انا كنت بديالي وكنت بداري وخرجتني منها فين غنمشي؟ الليله يدوني لدار العزازه نبات.